يرفض حكم الإطار وساعة الصفر تدق داخل المنطقة الخضراء. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. بيت شعر قديم لكن حسن العذاري اتذكر اليوم، وسرعان ما صار حراك صدري متوقع وراه. شنو اللي صار وشنو اللي راح يصير؟ باختصار، بعد ترشيح محمد الشياع السوداني بدت بوادر ربض الصدريين إليه. وزير الصدر صالح العراقي نشر صورة رجل سوداني صافح ظله. بعدها جمهور صدر بشرق بغداد طوق منزل محمد الشياع وإجت قوات لحمايته. عدا ذن الإشارتين، مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الموسوي علق على تصريحات الشيخ قيس الخزعلي اللي قال إنه أنفاس الزهراء كانت حاضرة باختيار السوداني. علق بالقول إنه أنفاس مصفى بيجي كانت حاضرة أيضاً، بينما أحد الصدريين كتب إنه أنفاس قاآني هي اللي كانت حاضرة. وبسرعة تطورت الأحداث إلى أن نشر صالح العراقي إيقونة تدل على فكرة إعادة التدوير بالتزامن مع خروج جماهير صدرية ووصولها إلى ساحة التحرير. بعدها طلع الموقف الرسمي للسيد مقتدى بتغريدة أكد بيها على أنه القلة تسارع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة، وإلى الاحتجاج ضد الفساد تارة أخرى. وجزاهم الله خير الجزاء، وهذا إقرار واضح على أحقية الجماهير بالتظاهر. هسه نجي للتظاهرات اللي احتدمت بشكل سريع جدا ووصلوا بها الصدريين للمنطقة الخضراء بعد ما أزيلت الكتل الكونكريتية بالكرينات. اللي صار إنه الشعار اللي نرفع يتعلق بمناوئة الترشيح السوداني اللي يعتبروه مرشح إيران مو قوى الإطار، وهذا هو معنى تغريدة صالح العراقي اللي تدل على فكرة إعادة تدوير الأشياء والأشخاص والأوضاع. المعنى أنه وقت الحساب قد حان، علماً أنه كواليس الصدريين صار يومين تفور، وهناك حديث متصاعد عن استخدام ثلث شعبي معطل راح يكون ميدان الشارع مو البرلمان. ويبدو الثلث المعطل بدأ شغله وما راح ينتهي إلا بإسقاط ترشيح السوداني اللي وراء إيران كما يقول الصدريين. هسه شنو الخلاصة وليش وصلنا لهالمرحلة؟ الخلاصة قلناها من زمان وبأكثر من مرة، قلنا يا جماعة لا حد يستهين بالتيار الصدري اللي بقصقوصة وحدة يملي عليكم الخضراء. هذا تيار جماهيري يشعر بالغبن الشديد، وسبق أن انطاكم زعيمة أكثر من مهلة خلال الأشهر الماضية، بس واضح أنتم ما استفاديتوا منها، بل على العكس فهمتم الرسالة بالخطأ. كل اللي صار إنكم يا قوى الإطار اعتقدتوا أن انسحاب الصدريين هو استسلام وإفراغ للساحة، لهذا كيفتوا وبدلتوا النواب. حسبالكم القصة خلصت؟ لا عمي، القصة بدت، وإذا تقدرون تخلصون نفسكم خلصوها. وهذا الميدان يا حميدان شوفونا شطارتكم، هذا الميدان وخلي نشوف منو الشاطر. حياكم الله.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام الأستاذ فتاح الشيخ، سياسي ونائب سابق من بغداد، ومعي أيضا دكتور حيدر البرزنتشي رئيس منظمة ألوان للحوار، ومعي أيضا دكتور عقيل عباس أكاديمي وباحث سياسي من واشنطن. مرحبا بضيوفي الكرام. خلي أبدأ مع دكتور فتاح الشيخ، حياك الله أستاذ فتاح. إذا سيد مقتدى جمهوره هالشكل عنيف وما تحمل ودخل إلى المنطقة الخضراء، ليش انسحب؟ ليش انسحب وقرر الانزواء؟ ليش؟ شكرا أستاذ عدنان، تحية لك وللضيوف الكرام ولجمهورنا العزيز وهو الآن يحوم حولنا في المنطقة الخضراء. واليوم أنا جدا سعيد لأن أول مرة بحياتي السياسية أتجول بالمنطقة الخضراء وما حد يقول لي انطيني باج، مع أنه باج المنطقة الخضراء الأسود عندي بس بنص الجماهير حتى أن وصلنا إلى مكاننا المعروف في فندق الرشيد. هذه هم فدع حقيقة بال 2016 وين كنت؟ بال 2016 هم دخلوا الصدرين للمنطقة الخضراء، أنت وين كنت؟ ما كنت وياهم؟ لا هم موجود أي. بس اليوم باعتبار أنه زامنت ويا الحلقة والأخوة اعتذروا لأن كان عندي حلقة في قناة الرشيد وحلقة معاكم، فاثنينات طلب حضوري بالمنطقة الخضراء مع أنه القاط والربطة لا في 16 التيشيرت. يعني إيش تريد تقول؟ صارت المنطقة الخضراء لكم؟ أنت تريد تقول هالشكل؟ نعم أي نعم صارت للصدرين ولهذا السياسي الوحيد اللي أنا جول بيها اليوم ترى، ولا سياسي باقي. هسه اجيت على مدخل القادسية دخلت أنا الساعة بالسبعة لقيت السيارات السود متجهة على المطار، سيارات المسؤولين. لا بس هو بالتالي مو بس انتو بالساحة، شوف هذا الاكتساح اللي موجود اليوم لا يخلي عندكم غرور، اكو ناس اخرين. نعم. اكو ناس اخرين موجودين. لا نحكي من حيث بس القيادة الصدرين. مو نحكي من حيث القيادة عدنان، من حيث القيادة، القيادة بس لسيد مقتدى الصدر وبس، هذا اللي اثبت اليوم. ساعة بالاربعة بساحة التحرير، الساعة بالثمانية ونص انسحبوا من مجلس النواب، اسرع سقف زمني لاسرع ثورة بالعالم، أربع ساعات من بيوتهم إلى مجلس النواب. والانسحاب كما قلت هو مو انكسار أبدا، إنما الطاعة التي قلتها في حلقة سابقة أنه هؤلاء أتباع السيد مقتدى الصدر ما زالوا مطيعين أشداء على الكفار، رحماء بينهم وطاعتهم للسيد مقتدى الصدر. شنو اللي حقق السيد مقتدى بال 2016 حتى يحقق اليوم مثلا؟ لا أتصور اليوم حتى هذه جرة إذن كما قالها سماحته في تغريدته قبل دقائق، لكن أتصور لم تكن هذه الأخيرة، إنما هنالك الدخلة اللي يقولون عليها القول الفصل، هاي اللي راح تقصم ظهر الفاسدين وراح تبدأ تعيد وترمم العملية السياسية في العراق. طيب. وفق إرادة جماهيرية شعبية وليس أجندة خارجية. شوف. كما البعض يخسر تذاكر ويجي من بلاده إلى بغداد، لا إحنا بلا تذاكر، بس راح نحقق إرادة جماهيرية وشعبية من داخل المنطقة الخضراء. بيان قوى الإطار، خليني أسأل هذا الشيء الدكتور حيدر. بيان قوى الإطار، أول مرة قوى الإطار يصدرون هيك بيان، يعني على ما يبدو أنه بيان يعني من وحي الأحداث. أول مرة يقولون أنه ندعوكم، يدعو جمهورهم إلى اليقظة والانتباه وتفويت الفرصة والاستعداد، يعني بيان ممكن يكون أيضا تأجيجي. ما المفروض قوى الإطار يصدرون هيك بيان بهذه اللغة، يدعو جمهورهم إلى الاستعداد لكل طارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولمتابعيك ولضيفيك الكريمين. أنا شفت يعني أنت كنت تسأل الأستاذ وائل الركابي عني بالحج، فدعيت لك إن شاء الله بالهداية في البداية، وما أعرف أنت إيش عندك ويا حميدان، ليش مجوز من حميدان وتخلي الأمور تمشي في سياقها الطبيعي؟ تظاهر حق مشروع وطبيعي، وبالنتيجة الإطار التنسيقي الآن هو ذات أغلبية في البرلمان العراقي، ومن حقه أن يقدم مرشح، وإن شاء الله السيد محمد شياع السوداني هو رئيس وزراء للمرحلة القادمة. هذا الاعتراض هو طبيعي، قلت إذا كان جماهيري وإذا كان من داخل قبة البرلمان. من حق الأخوة في التيار الصدري أن يعترضوا، ومن حقهم أن يعبروا،
لكنه ضمن الضوابط وضمن الأمور الطبيعية. وأعتقد سماحة السيد مقتدى الصدر نزل تغريدة يعني قال لهم كافي، وصلت رسالة، أنا عندي رسالة اللي وصلها، انتهى الموضوع، انسحبوا الأخوة. فهاي لهجة لغة الكافرين وأشداء ورحماء أنا أعتقد يعني مو لطيفة مع أبناء المذهب الواحد. هاي اللغة أنت مارستها ضدي دكتور حيدر، أيضا أنت مارست هاي اللغة ضدي. أنا يعني ما مارست، يعني أنا الآن بنظرك أنا ضال وأستحق الهداية ليش تتخيل نفسك أنه أنت على الصراط المستقيم وأنا على الصراط غير المستقيم؟ ليش هاي؟ لا 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 يا سيدي لا تدعي لي، أنا ما محتاج هذا دعاءك، أنا محتاج شيء أدعي لك وأدعو للكل وأدعو لنفسي. والله أنا إذا ما تدعي لي أكون بخير، إذا ما تدعي لي أكون بخير. هي بحد ذاتها يا عزيزي، بس اسمح لي، مقدمتك بحد ذاتها هي مقدمة تأجيجية، مقدمة تثويرية، مقدمة افتقدت إلى المهنية والحيادية. طيب، وكنت ملتصقا ومجانبا للصواب وتتأجج الأخوة في التيار الصدري على طيب هذا الاستمرار والإطار. طيب والإطار ما عندك شغل وعمل غير الإطار. طيب مو هيك الحيادية، هو أنا اللي دخلت الخضراء ولا المهنية بالإعلام يا أخي، هو أنا اللي دخلت الخضراء اليوم. قبل شوية نقد يعني، لا هو أنا اللي دخلت الخضراء يا دكتور حيدر، هو أنا اللي دخلت الخضراء. لا يا أخوي، بس شوف، أنت المفروض أنت، أنا أسألك سؤال، أنا وفق السياقات القانونية، وفق السياقات الطبيعية الشرعية الدستورية، اليوم أكو أغلبية داخل قبة البرلمان، ما حد قال للأخوة في التيار الصدري سحب، هم بإرادتهم، وبالتالي من حقهم أن يعبروا عن 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 إرادتهم، ومن حقهم أن يعترضوا كذلك، ولكن بنفس الوقت الأمور ماضية وتسري وتمضي وينتهي الأمر. أنت وأني وجميع أعتقد الأخوة ما عندهم مشكلة، يريدون للعراق الخير، يجب أن لا نحكم لا جريمة لا عقاب بلا جريمة. ما الذي اقترفه الإطار الآن، وما الذي اقترفه أخونا الأستاذ محمد الشياع السوداني حتى يقولون تجاوز الإطار الحدود، تجاوز الإطار الحدود، تجاوز الإطار حدود وحدة المكون الشيعي. أي حدود وحدة المكون؟ ليش هو منو اللي حرص أكثر الناس حرصت على وحدة المكون الشيعي؟ هم الإطار. وبالتالي كانت هناك جلسات مع السيد مقتدى الصدر ومع الآخرين، طبيعي جدا هذا الشد والجذب يكون داخل المكونات الأخرى. البيت الكردي أيضا بيشد وجذب، البيت السني كذلك. ميت وصل سيد محمود مشهدان الرجل قبل يوم كم يوم تحدث بهذا الموضوع، التركيز فقط على البيت الشيعي وإظهاره بهذا المظهر أيضا مو صحيح. طيب، ولا طبيعي، لأنه طيب كل الإعلام. بس سؤال أخير أرجوك وأنتقل دكتور عقيل، بس أنا يعني متابعة لبيان الإطار، الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي، 4 ساعات انتقلوا ودخلوا وعبروا وانكسر كرسي، خربت قنفة، احترقت شمعة قلوب يعني. أخاف ماير. إيه. شنو اللي صار؟ شنو الفوضى اللي سووها الصدريين؟ شنو الفوضى؟ وين الفوضى؟ التظاهرات السلمية. تتذكر التظاهرات السلمية اللي خرجت في التعبير عن أنه هناك تزوير وتزييف للانتخابات؟ أنت نفسك، أنت الأخ عدنان الطائي، عندما خرجت وقلت هذه تعطيل وهذا ما يصير وانتم عطلتوا وهذولا كذا وهذولا كذا، بالنتيجة عندك تظاهرات تجر وتظاهرات لا تجر، باء تجر وباء لا تجر. يا أستاذ عدنان، يا عزيزي، يا أخي الكريم، أنا عندما أتحدث حقيقة إحنا نريد، ما نريد، لا نريد فوضى ولا نريد اقتتال شيء شيء لا سامح الله، ولا نريد صدام، نريد الأمور تمشي كما 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 هي مرسوم لها، كما السياقات الطبيعية والقانونية. ما حد خلى الأخوة في التيار الصدري خلف ظهره، ولا حد تجاوز على حقهم الدستوري، ولا طيب حد تجاوز على حقهم القانوني. أما الإطار يصدر بيان، اليوم الإطار أغلبية سياسية داخل قبة البرلمان، نعم يتحدث عن مسؤولية الحكومة، مسؤولية الكاظمي، مسؤولية الجهات الأمنية اليوم أن تحمي المنشآت الحيوية وأن لا تعطي مساحة. بس من المستفيد من هذه الفوضى إذا صارت لا سامح الله؟ أحد مستفيد؟ دكتور حيدر، قوى الإطار ومن خلفهم الفصائل لا يتحدثون بالقانون واحترام الدولة، أرجوك
لأن هذا كلام يزرف القلب. هذا تصنيفك تصنيف حضرتك مو تصنيفي. لا هذا الواقع. يزرف قلبك أنت لأن أنت في قلبك شيء. لا مو لا في قلبي شيء. ولا شوف شوف أرجوك أرجوك منذ الانتخابات الأخيرة أنا قاعد بهذا هذا مكاني وأعتبر نفسي أكثر هدايا منك. اسمح لي أكو 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 وقائع. هاي وجهة نظرك. أكو وقائع يا سيدي تشير إلى هذا الشيء. بس خليني أسأل. أدعوك بالهداية السياسية. وأنا أيضا أدعو وأنا أيضا من هذا المكان أدعو لك دكتور حيدر. بس خليني أسأل دكتور عقيل. هسا إحنا نبقى ندعي الواحد الثاني لو أروح. الآن تتهم وتتهكم وتتهجم على الفصائل وتتهجم على حقيقة على الإطار التنسيقي دون أن تمتلك دليل. شنو السلوكيات الغير قانونية اللي اتخذوها الأخوة في الإطار التنسيقي منذ انتهاء العملية الانتخابية إلى الآن؟ أرجع لك. شنو اللي سووه؟ أرجع لك. عندي الكثير من الأدلة. لدينا الكثير من الأدلة. لدينا الكثير من الأدلة. أرجع لك. بس خليني أسأل دكتور عقيل عباس عن أنه اليوم يعني تغريدات السيد مقتدى واقتحام المنطقة الخضراء والدخول إلى البرلمان، ماذا يعني هذا؟ أنه سيد مقتدى خلاص رفض السيد السوداني، ما إلى فرصة للسيد السوداني بأن يتولى الحكومة المقبلة؟ تفضل دكتور. شكرا على الاستضافة وتحية لضيفك ولجمهورك. يعني واضح أنه السيد مقتدى الصدر حسم أمره بخصوص شيئين، أنه ترشيح السيد محمد شجاع السوداني هو انتصار للمالكي ووضع مرشح المالكي على رأس الحكومة المقبلة، وهذا خط أحمر صدري. الصدريون فازوا في الانتخابات وعبر أصواتهم عندما انسحبوا أصوات السيد المالكي ازدادت في داخل الإطار، وهو استخدمها يعني هذه النواب البدلاء استخدم هذه القوة الإضافية كي يدفع بمرشحه لرئاسة الوزراء، وهذا مرفوض صدريا. هذا الشيء أول. والشيء الثاني أن يعني أعتقد الصدريون أبرزوا اليوم جديتهم بمعارضة هذا الترشيح، وإن استمروا يعني على هذا النحو الذي يبدو تصاعديا هم سيثيرون خلافا جديا في داخل الإطار التنسيقي. يعني نعرف أن الإطار التنسيقي فيه خلافات كثيرة، ولكنه في الأيام الأخيرة استطاع أن يتوحد ويمرر ترشيح السوداني، وترشيح السوداني هو دلالة على انتصار الصقور. ما راح تتخيل يتراجعون عن ترشيح السوداني الإطار؟ أعتقد مع استمرار الضغط صدري هذا ممكن جدا. الرجل لم يحظى بإجماع الإطاريين بالمناسبة، يعني هذا الذي يقيل هو يعني شكل من أشكال المجاملة السياسية. هناك خلافات جدية في داخل الإطار بخصوص المرشح المناسب، وأنا أعتقد أن الإطار هو حمائم الصقور. البعض يريد أن يستمر التيار الصدري، يأتي مرشح رئيس وزراء يهدئ غضب الصدريين، يمكن للصدريين أن يتعاطوا معه، والطرف الآخر السيد المالكي يمثله لا يعني غير معني بمحاولة إرضاء الصدريين أو استيعابهم، يفكر بحكومة إطارية بصلاحيات كاملة بفترة كاملة ويديرها. يعني مو هذا إفراغ لخيارات التيار الصدري؟ يعني الإطاريين إذا رجعوا واختاروا شخصية أخرى غير السوداني راح يحرج الصدر والتيار الصدري. خلاص اختارينا شخصية أخرى وأنت منسحب، هم تريد تطلع لنا وتدخل لنا بالخضراء؟ أي سواء انسحب الصدريون أم لا، هم لهم الحق بالتأثير في الأفعال السياسية كمواطنين وكقوة سياسية. موضوع ترشيح رئيس الوزراء وليس فقط شأنا برلمانيا خالصا. علينا أن نتذكر في 2014 السيد نور المالكي عندما أراد الولاية الثالثة كل الأشياء قانونيا مؤسساتيا بغض النظر هل الإجراءات كانت صحيحة أم لا برلمانيا، هو كان لديه ما يكفي من مقاعد من داعمين، لكن الرفض جاء من خارج المؤسسات السياسية الرسمية، من السيد علي السيستاني ومن شارع كثير وواسع كان غاضبا على سياسات السيد المالكي، وانتهت أحلامهم بالولاية الثالثة حينها. فخطأ القول أنه هذا الأمر يحتكر من كتل البرلمانية وكأنه العراق ملك لهذه الكتل البرلمانية أيا تكن الإطار أو التيار. لا، هناك صوت شعبي
وهناك ايضا اصوات حزبيه وحزبيه مشروعه. الاحتجاج سواء كان حزبيا او عفويا هو احتجاج مشروع، ما قام به الصدريون اليوم هو شيء مشروع. انا اعتقد عموما هناك خيارات يمكن ان يتقبلها التيار الصدري في اختيار رئيس الوزراء المقبل يكون اطاريا، ربما اكثر الخيارات قربا واستعدادا يعني للتيار الصدري التعاطي معه هو خيار السيد حيدر العبادي الذي اطاح به السيد نور المالكي، يعني انتخابات او التصويت الداخلي في داخل الاطار، يعني لديه ايضا خط احمر على السيد العبادي. اعتقد انه ترشيح السيد العبادي يمكن، سحب ترشيح السيد السوداني وترشيح السيد العبادي يمكن ان يبعث رساله طمأنة حقيقيه للتيار الصدري. السيد العبادي هذا اللي يرد اسئله الاستاذ فتاح، يعني اذا الاطار التنسيقي رجع واختار شخصيه اخرى غير السوداني راح يحرج السيد مقتدى بهذا القرار. استاذ عدنان، واهم كل من يريد ان يعطي صفه الاكبر الى الاطار بعدما انسحب التيار الصدري من البرلمان، وواهم حتى هذه اللحظه والايام القريبه القادمه من قال ان الحكومه ستخرج من تحت مظله الاطار التنسيقي. هاي نقطتين خلي يفهمها الجميع، وهاي من الاخير حتى لا يتصور البعض انه سيد مقتدى الصدر عنده مشكله مع المالكي، عنده مشكله مع السوداني. لا بالعكس، اكو شخصيات داخل الإطار لها كل الاحترام عند التيار وعند الشعب العراقي وعندنا جميعا، لكن الموضوع هو موضوع عملية حرق الأوراق. وأنا أعرف هذه السياسة ينتهجها الأخوة في دولة القانون، تحديدا الأخ المالكي اعتاد على مسألة حرق الأوراق وحرق ورقة السوداني وهو لا يستحق بصريح العبارة. أنا رجل أعرف السوداني عن قرب، لكن هذه الورقة هو ليس السوداني المطلوب إلى رئاسة الوزراء، صدقني. ليش قبل السوداني بهذا الشيء؟ ينتظر. ليش قبل السوداني بهذا الشيء؟ هو بعد كان يتصور أنه يحل الأزمة، بس هو يعرف جيدا أنه موضوع عملية حرق الأوراق موجودة داخل مؤسسة الائتلاف العراقي الموحد منذ 2005 حتى وصولا إلى دولة القانون التي انشقت عن الائتلاف حتى وصولا إلى الإطار التنسيقي. وانت تدري قبل لا يترشح السوداني بليلتين انسحب قاسم الاعرجي. ما سال الاعلام ليش انسحب قاسم الاعرجي؟ تعرف شنو السبب؟ شنو السبب؟ السبب انه اتفق المالكي مع طرف اخر على تمرير السوداني وحرق ورقه قاسم الاعرجي، مما آل بالسيد هادي العامري الاعاز الى انسحاب قاسم وحفاظ على وجه بدر وقاسم الاعرجي وهادي العامري وترك المالك يتصرف. وقال هادي العامري بالحرف الواحد: انا ضد اي تصرف يحاول ان يستفز السيد مقتدى الصدر. لكن مضوا وحدث ما حدث اليوم، وكما يقول السيد هذه جره اذن. لا اتصور جره الاذن القادمه ستكون اقوى، لانه يعرفون جيدا التيار الصدري الذي غادر مقاعده داخل مجلس النواب اجى الشعب الصدري الان عوض هذه المقاعد في مجلس النواب خلص. وخلال دقائق دخل في يعني مجلس النواب أي ما معنى القوة الصدرية باقية البارحة تتحكم بالقرار. البارحة بدت المنصات القريبة من الصدريين، وهذا سؤال الدكتور حيدر البرزنشي، أنه يثيرون أنه أنتوا يعني يا قوة إطار تنسيقي أنتوا اقترحتوا قصة الثلث المعطل في مجلس النواب، إحنا عندنا الثلث الشعبي المعطل، خلي نشوفكم الثلث الشعبي المعطل. واليوم شافوا قوى الإطار الثلث الشعبي المعطل. أستاذ عدنان، الإطار ماضي ومرشحه هو الأستاذ محمد الشاعر. أنت ليش تحكي بهاي الطريقة؟ شو هادئ وكذا وريلاكس زايد؟ يعني شو ما حاب هاي الطريقه احكيها بغير يعني انت شو تتخيل يعني حجتك مقبوله مثلا هو يعني احكيها بطريقه هالشكل. والله اذا انت الله تريد تصير مو اريد يعني شو تحكيها بطريقه يعني معلقه يعني يعني قول الاعمال استاذ علي عدنان يا رب العالمين مو يمك يا معود على كيفك
انت اذا يم الله شلون عرفتنا انا غير اني غير مهتدي يعني تفضل هسه انا ايش دخلني فيش قص انا اقول استاذ عدنان احنا ثلاثه ضيوف لا تدخل معنا وصير رابع على لا تسويها اربع ضيوف على سبيل نجاه تفضل كلنا على كلنا ان شاء الله ندعو لانفسنا ايضا بالهدايه ماكو شيء مطلق انت مو معصوم ولا انا معصوم اكيد عندك اخطاء واكيد عندك ضار اثرت بيك قضيه الهدايه ان شاء الله الله يهديك ويهدينا جميعا زين اخي استاذ عدنان انا اتوقع انه واقعا هذه الحركات او هذه التعبيرات من الاخوه الصدريين حقهم يعني يشعرون بانه اكو فراغ هسه نادمين على ما فعلوا امر خاص بهم عندهم مشكلة داخلية مشكلة تنظيمية تعرف حضرتك الإطار موحد واختار السيد محمد شياع وهذا البيان واضح وصريح ويمضي وتمضي الأمور هاي قضية يعني التصعيد الميداني التصعيد الجماهيري ما يخدم أحد من منع الأخوة في التيار أن يشتركوا في الحكومة أو يشاركوا في المؤسسة التشريعية الإطار. صعب جدا لأنه ماكو غطاء قانوني ولا أكو غطاء دستوري حتى يمكن أن يعطل الذي يعطل حال البلاد والعباد شنو ذنب المواطنين شنو ذنب الشعب ما أعتقد سماحة السيد مقتدى الصدر يا سيد الإطار كان يعطل والعباد. الإطار كان يعطل هاي الفترة كلها الإطار كان يعطل داخل قبة البرلمان أكو فرق أكو فرق أكو فرق داخل قبة البرلمان كان إن حق الدستوري يستخدم هذا الحق الدستوري ما لجأ إلى طرق أخرى ثم أنا أقول هاي نقطة ضرورية أن تثبت قضية إظهار القوة ومحاولة السيطرة على الجميع أنا أعتقد هذا خطاب ما ينفع أحد اولا احنا في مركب واحد في بلد واحد في مسار واحد ما ممكن اليوم واعرف يعني كلنا نعرف هناك تقلبات سياسيه اشخاص كانوا بدوله القانون ثم انتقلوا مع جهه اخرى هذه مزاجات سياسيه مو انا اليوم اتحكم بها اليوم حضرتك عندك مزاج قد يكون باكر عقبه تغير ايديولوجيتك السياسيه وهذا حقك الطبيعي بالنتيجه هناك خيارات وخيارات متاحه علاقة السياسة مو علاقة زواج وعلاقة صداقات ثابتة وراسخة وكذا لا مصالح سياسية مصالح جماهيرية تحددها مسارات وآليات الدستورية والقانونية بالنتيجة اليوم احنا امام تحدي كبير البلد امام تحديات أمنية تحديات اقتصادية اللي يحب يخدم بلده ما يحاول ان يعطل البلاد والعباد اللي يخدم البلد نعم أنا أراقب من بعيد وإذا شفت هذه الحكومة أخطأت أو لم تستطع أن تقدم شيء أو قصرت ذاك الوقت بس دكتور حيدر ومباح للكل دكتور حيدر الأربع ساعات اللي نعم. التيار الصدري دخل بها إلى مجلس النواب تعتقد بها عطلة لكن الجسر المعلق مساحة التحرير لله الجسر المعلق اللي نصبته الخيام يعني الإطارين نصبوا الخيام وأنصار الشيخ قيس الخزعلي ما عطل البلد مثلا نسيتها؟ لا لم تعطل الحياة في ذلك الوقت هذه أنا قلت استشهدت بها تدري ليش لأنك الآن تصطف مع هذه التظاهرات وتعتبرها يعني الشيء الأكمل والأجمل وأنتم ما تقدرون وما راح تستطيعون وفي النتيجة تظاهرات الإطار التنسيقي في وقتها عندما اعترضت على حادثة معينة مثبتة قلت هاي عطلت البلاد والعباد حكومة الكاظمي كانت موجودة وبكامل صلاحياتها اليوم احنا ما نمتلك حكومة اليوم طيب. السيناريو مختلف الظروف مختلفة ما ممكن قياس الحالات السابقة على الحالات اللاحقة طيب. لكل شيء ظرف وموضوعية كان جميع الصفحات التي هي قريبة أو تدعي أنها قريبة من الأخوة في التيار الصدري أو حتى كانوا مثل البقية اللي يطلعون تحت عناوين متعددة وهم قريبين أو متقاربين مع الأخوة في التيار الصدري طيب يتهمون لا. التظاهرات بشتى الاتهامات وبشتى الكذا أنا أريد أعرف المقياس واحد لو متعدد الحق واحد لو يتعدد لا هو أكو بيان دكتور حي أكو بيان لثورة عاشوراء هذا سؤالي الدكتور عقيل يعني على ما يبدو القصة ما تتعلق بس بترشيح السوداني يعني هذا البيان صدر من منصات قريبة من الصدريين يطالبون بإيقاف العمل بالدستور الحالي لحين كتابة دستور جديد حل مجلس القضاء الأعلى وإعادة ترتيب السلطة القضائية تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي من خلال انتخاب الشعب للرئيس هذا بيان ثورة عاشوراء اللي هذا بيان بيان انقلابي دكتور عقيل
طبعا هذه مطالبات سياسيه، انا اعتقد في هذا البيان هناك اشياء معقوله واشياء غير معقوله. احنا بالجو عوف التليفون شلون بالله، يعني اهلي يجي يلزم للتليفون. والله جتني صوره لازم الشعب العراقي يطلع عليها. يعني والله العظيم يا عدنان من ارجع تاريخية. من ارجع خلي صورك من ارجع لك. تفضل دكتور عقيل اسفين جدا. يعني انا اعتقد الثيمة الاساسية التي صاغ عبرها السيد مقتدى الصدر حملته الانتخابية ثم حملته السياسية التالية، يعني بعد فوزه بالانتخابات، فوز تياره بالانتخابات، ابتعدت عن المواضيع والإثارات الدينية، وإنما استخدمت مواضيع وطنية تتعلق بالفساد، وعبر هذا أيضا استخدم الموروث الشيعي لتعميق الإثارات المتعلقة أننا بإزاء صراع بين الفاسدين وبين النزيهين أو الإصلاحيين. هذه الثيمة العامة التي استخدمها، وعبر هذه الثيمة يعني حتى هذه الإثارات بخصوص المحكمة الاتحادية، هناك شعور لدى الصدريين وأنا أعتقد لدى قطاع واسع من الناس المراقبين أن فوز الصدريين البرلماني سرق منهم عبر تخريجة الثلث المعطل. يعني غيرت قواعد اللعبة في أثناء اللعبة من أجل منعهم من تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، وهذا منح الصدريين حسا بالمظلومية أنهم أنجزوا شيئا عبر أدوات نظيفة وصحيحة، وسرق إنجازهم عبر تواطؤ أوسع ضدهم. عليك أن تقنعهم أن الأمر ليس هكذا، وأنا أعتقد الذين يحاولون أن يقنعوهم أن الأمر ليس هكذا ليست لديهم حجج منطقية. يعني هذا أولا. أنا يعني بتصوري أنه التيار الصدري يفهم ويعد نفسه لانتخابات مقبلة، لكن يريد أن يغير شروط هذه الانتخابات، وواحدة منها هيمنة المحكمة الاتحادية على سير نتائج الفوز، معنى الفوز ومعنى تشكيل الحكومة. لذلك هذه الإثارة بخصوص فصل المحكمة الاتحادية عن القضاء، وهذا شيء كان متفقا عليه بالمناسبة قبل بضع سنوات، ثم يعني حصلت تطورات وكالات تأخر هذا الأمر. التيار الصدري يشعر أن السلطة القضائية تقف وهي متحالفة مع الإطار التنسيقي، والإشارات كانت واضحة من السيد مقتدى الصدر وشخصيات صدرية أخرى وإعلانات من الصدريين. الذهاب نحو انتخابات مقبلة تعني حل صياغة السلطة القضائية بحيث لا تعيد تعريف الفوز الانتخابي وتشكيل الحكومة على النحو الذي فعلته في الانتخابات الأخيرة. طيب. ومن هنا أيضا تركيز التيار الصدري على محاسبة السيد نور المالكي قضائيا بعد التسريبات الأخيرة. لذلك هو بيانه أنه إيقاف العمل وإعادة القضاء. أستاذ فتح تفضل، شنو اللي واصل لك؟ استاذ فتاح ستركه هذا، لانه انت بحد ذاته البرنامج حولته من 3 ضيوف الى 4 بنقرتك انت وحيدر تتناقرون، صرت انت هم ضيف مو مقدم برامج، فتخلينا بالموضوع. احنا 3 ضيوف حتى نقدر نوظف الرساله لا الإعلامية. هو اقول لك هو دخل علي الله يهديك، انت تقبلها ايش بيها انا يعني شاهد 6 آيات الله لا مثلا أوف. لا انت ولا هو آيات الله ولا اني خلص. الله يهدينا جميعا. شنو الصوره اللي عندك استاذ؟ احكوا عن نفسكم، انا بالنسبه لي الله هاديني. تفضل شنو الصوره اللي عندك؟ صحيح الصوره وياها رساله جماعه من التيار الصدري دزولي رساله يقولون ليش عدنان هسه غاث نفسه ويا حيدر؟ كان داز عليه على المنطقه الخضراء يجيب استوديو في فندق الرشيد، واحنا هنا الصدرين نسلم على حيدر ونهديه احسن هدايا. شوف 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 انت اسمع حيدر تهدد مين لك اللغه تتلى دوله القانون ليش تتهدد؟ هيك علموك التهديد؟ لا لا انا هذا اخو تهديد قدام الشعب العراقي. جتك رساله مفروض بك انت، جتك رساله يقول لك انت حيدر ليش مخطوف؟ هذا اقدر اقاضيهم عليها قانونيا.
قضائيا وعشائريا قاضي من بعث لك هاي الرسالة وطالب من أن يطلع هاي الرسالة من اللي دزها؟ لا لا لأن أنا وصلت اليوم تهديدات متعددة. حيدر بس بس خليني أركز شوية يا ما تليق بك أستاذ فتح. الله الله لا يقولها الصورة اللي وصلت لك. خل نغض الطرف عنها. إذا صار بي شيء ترى التيار الصدري المسؤولين من هسه أقول أمام الشعب العراقي يقول يا الله يا سيدي قول يا الله يا دكتور حيدر قول يا الله ما في شيء. احنا قلنا لك الله يهديك على كيفك على كيفك قول يا الله قلنا لك على الهداية قدام الملل قولوا يا الله قول ما 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 لا لا هداية قلنا لك على الهداية مو أنت تشلبت بالهداية قلنا لك الهداية تستوعب جاي من مكة خلي نبتعد عن هذه اللغة يا أستاذ خلي فتاح خلي الديانة بعتي في صدرك والله يهديك إن شاء الله يهديك خلينا نسولف يا أستاذ فتاح أرجوك يا أستاذ حيدر آمين فضل آمين خلي نبتعد عن لغة التهديد وعن الدعاء بالهداء هاي الأشياء إحنا ما ندخل بيها بس حيدر أنت اليوم مشنج ليش يا أستاذ فتاح أرجوك خلاص خليك وياي مشنج أنت بالعكس يا واش أنت ويا عدنان مشنج وياي مشنج يعني إذا واحد اللي تجنبك بحكاية تزعل يا أستاذ فتح صدرين يحبونك قالوا لو جاي اليوم وياك السالم مو بس الخضراء يا أستاذ فتح أرجوك خليك وياي أنت قلت عندي صورة أنا شلت بالخضراء قبل شوية شنو المشكلة ماكو مشكلة يا سيدي ماكو مشكلة احنا نحاول أستاذ حيدر أرجوك لا تطير بعد شنو ليش حولت تهديد وما تهديد وأولت قلت عندي صورة أريد أعرضها خلاص ماكو صورة ماكو صورة أستاذ فتاح مطلبة قلت عندي صورة أريد أعرضها وصلتني أقوله لا جاوبني حتى أسألك يا سيدي يا عوفها عدنان هي راح تطلع نزلت بالمواقع التواصل لأن هي مو دقيقة لأن هي مو دقيقة تركيب هم زين هي تركيب وصلتني وشفتها وتركيب تركيب زين بس جرت لا لا يزعل حيدر حيدر نصير اكبر من هذه واحنا علينا نوظف بس من هذا الموضوع يا استاذ فتح ارجوك الشعب العراقي او التيار هذا ما يفيدنا في هذا ما يفيدنا استاذ فتح بس اسالك على بيان ثوره عاشوراء ايش قد هذا البيان دقيق ويمثل من رخصة عدنان من ميانتي وياك حكيت لك الموضوع وضحك قلت لك يقولون ليش ما اجى وياك المستقبل خبر استاذ فتح ولا شنو قابل للصدق استاذ فتح العراق يغلي ماكو ميانات وضحك هسه ارجوك خلينا نحكي عن بيان ثوره عاشوراء اكو بيان صدر على انه قريب من التيار الصدري يقولون ايقاف العمل بالدستور حل مجلس القضاء وحكومه انتقاليه ونظام رئاسي هذا البيان حقيقي صدر عن منصات صدريه الصدريين مؤمنين به تفضل سيدي الكريم هو موضوع الإصلاح اللي انطلق منه سماحة السيد هو كان فعلا يدعو إلى هذا أنه تكون هنالك عملية تغيير جزئية شيئا فشيء للوصول إلى التغيير على الأقل المطلوب هسه ما نقول تغيير جذري استاذ فتاح اعتبر أن العملية السياسية أصلا بنيت على توافقية استاذ فتاح نعم. تسمعني أرجوك نعم سؤالي واضح هذا بيان ثورة عاشوراء صدري لو شنو شنو؟ ترى مؤسسات التيار واضحة وما يصدر عن سماحة السيد واضح وإذا كان هذا من مواقع المعهودة والمعروفة والمثبتة رسمياً عند التيار الصدري فهو صدري وبعدين أنت ليش تسألني إلي؟ أنا مو متحدث رسمي عنهم ولا ناطق رسمي شو اتصالك ساعة؟ حتى تتحمل مسؤولية الإجابة حيدر جيب لك إيه شنو؟ حيدر ما متعارك يا حيدر صديق إلي قبل كل شيء هسه طلعتوا أصدقاء بس أنا أشكرك. قلت لك أكو شغلة هي أصدقائك شنو الأعداء ماكو شيء بالعراق عداوة أستاذ عدنان أكو مواقف إيه ماكو كل واحد يدافع عن وجهة نظر صحيح. هو من حقه يدافع عن وجهة نظر التيار الصدري وأنا دافع عن وجهة نظر التيار والأغلبية هو يدافع عن وجهة الإطار مو مشكلة نتحدث برسالة إعلامية بس مو معناه أكسر عظم لو أكو عداء لا يا ستار زين أوكي أنا بس لا تطلع القصة كلها يعني ما أعرف يعني اليوم البلد داخل واحنا شنو هوليود يعني فهمني انت تقول احنا اصدقاء وحيدر واخو قنبوسه يا استاذ ما هو قريب من يمن شاش تريد من عنده انا اقول عارك مثلا اكو بلد احنا جاي نمثل على الناس عدنان احنا جاي نمثل على الناس يا سيدي اكو بلد يغلي داخل الاطار والتيار لهم علاقات جدا كبيره جدا حميميه
وازيدك من الشعر بيت. عدنان لا لحظه لحظه فتحت حيدر. ازيدك من الشعر بيت. انا بالحج بالحج كان وياي كلهم النواب الصدريين نقعد ونسولف ونتسامر ونبقى لحد الساعات متاخره من الليل. صدق تحكي اخي مو عدانا هم يعني اطار هو مو خصم ولا عدو. لا بس يا واش استاذ فتاح لعد قبل شويه دكتور حيدر قلت لي انا مسؤوليتي ودمي وكذا واذا طلعت منا والتيار الصدري شنو يا جماعه انتم جاي تنتبهون لكلامكم لو شنو من جهال القوم ما يصدر من عقال القوم عزيزي. التهديد والوعيد يصدر من جهال القوم وليس من كبارهم. وهذول اللي دخلوا مجلس النواب شنو تعتبرهم يا دكتور حيدر؟ وبعضهم هذول اللي دخلوا مجلس النواب اليوم شنو من جهال القوم؟ هاي الشباب اليوم الالاف من الشباب شنو؟ تهديد تهديد اسمعني عفوا اسمعني انا جاي احكي لك عن من يهدد ويستخدم هذه اللغه. اما عقلاء القوم ما عندهم هذه الطريقه واكو علاقات واكو تواصل واكو حتى ارتباطات عشائريه وارتباطات دماء بينهم. يعني اسالك بالله اذا لا صار شيء لا سامح الله وصار احتكاك بين القوات الامنيه وبين المتظاهرين اذا كانوا صدرين او غيرهم من يدفع ثمنها؟ احنا وين نريد؟ وين نريد نروح؟ لاي نقطه نريد نوصل؟ اكو اختلاف وجهات النظر السياسيه نعم. طيب اكو مشكله ايديولوجيه في كيفيه اداره الدوله نعم. طيب. لكن لا يعني ذلك انه نرفع السلاح. بعدين حيدر من رخصتك أي. حيدر أي. شويه الوقت احنا خلي الكل يفهم الكل يفهم انه دائما احنا يسوقون بالاعلام انه اقتتال شيعي شيعي. لا هذا المفهوم خاطئ. سمحت السيد الان جاي يدعو ابناء التيار الصدري ان يعبروا بطريقه حضاريه تنسجم مع مبادئ ديمقراطيه بعيدا عن اي احتكاك وهذا جرد. فعلا احنا نطالب به وغيرنا يطالب به وبالنتيجه لازم لان اليوم الصوت والمطالبة بالحقوق أقوى من البندقية والطلقة والرصاصة والصاروخ والمسيرة. إحنا الآن في بلد واحد اتفقنا أم اختلفنا علينا أن نصل إلى برنامج حقيقي. من يمتلك الإرادة الحقيقية في نجاة هذا البلد نقدمه. أنا قبل شوية قلت لك التيار الصدري. أنا أشوف نعم أنه سيد مقتدى الصدر أنجح من غيره في إدارة الإرادة الجماهيرية الشعبية غير ربما يراعي الأجندة الخارجية. طيب. هذا لا يعني أنه يقودني أنه خلي مشكل ويا حيدر. خلي نروح خطوة للأمام أستاذ فتاح وأسأل دكتور عقيل ماذا صفر. لو التيار الصدري مثلا الإطار التنسيقي مثلا لم يغير السوداني ما غير ماذا يفعل السيد إن أصر الإطاريون على ترشيح السيد السوداني فأعتقد يعني هنا سيكون هناك المزيد من الاحتجاج الصدري. واضح جدا اليوم من تغريدة السيد الصدر بخصوص جرة الإذن أنه هناك خطة تصاعدية احتجاج الإزعاج للطرف الآخر على نحو تصاعدي إلى أنه يعني شنو ممكن يحصل دكتور؟ شنو ممكن يحصل؟ شو يسوي مثلا؟ يرجع إلى الخيمة الخضراء مرة ثانية؟ شو اللي يسوي؟ واحدة منها على الأقل هي احتجاجات أوسع لفترات أطول يعني إحراج أكثر للإطار التنسيقي. أيضا يعني أنت تعرف في العراق ظهرت مؤخرا قضية التسريبات وما إليه من أجل ضرب مرشح وأشياء من هذا القبيل. أنا أعتقد الذي ينبغي أن ينتبه له هنا وأتمنى أن الإطاريين ينتبهون له أنه الصدريين سيد مقتدى الصدر يعني في هذه المعارضة الأخيرة يعني التغريدات التي ظهرت منه أو من وزيره يعني التغريدة الأولى كانت غير مناسبة بخصوص السوداني هذا فيها يعني محتوى عنصري غير مناسب لكنه بعيدا عن هذا ويحصر الاعتراضات بشخص السوداني وليس بحق الإطار في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة. أنا أعتقد هذا تمييز مهم وغائب عموما يبدو أن التيار الصدري استفز بترشيح السيد محمد شياع السوداني بسبب صلته بالسيد المالكي. يعني هذا انتقار السيد المالكي والتغريدات والإشارات الصدرية التي برزت واضحة جدا ربط الرجل بالمالكي. الإطار أنا بتصوري أخطأ خطأ جسيما عندما لم ينتبه لهذا الأمر. يعني السيد الصدر
عندما أراد حكومة الأغلبية السياسية تقريبا هو كان مستعدا أن يتعامل مع الجميع باستثناء سيد المالكي. دكتور يعني عقيل، بس الإطار عندهم آليات وعندهم أيضا أرقام وكتل، ودولة القانون هي الأعلى داخل الإطار التنسيقي، وكان أكو مرشح قاسم الأعرجي بس انسحب على اعتبار أنه السيد المالكي يتمتع بأعلى الأصوات. بالضبط هذه هي الإشكالية. أنا أعتقد الصدريين ينظرون لهذا الأمر على أنه أحد أشكال الاستقواء. أولا أنتم مقاعدكم البرلمانية أخذتموها لأننا استقلنا، وإذا أنتم في حال ترضية، يعني لاحظ الحجة الأساسية للإطار التنسيقي عندما اعترض على حكومة الأغلبية السياسية التي أرادها التيار الصدري كان حديثه عن نحن علينا أن نستوعب الجميع ونكون واحد، المكون الاجتماعي الذي له الحق بكل الذين فيه الذين فازوا بالمقاعد البرلمانية أن يختاروا رئيس الوزراء. يعني كان الخطاب يقوم على إرضاء الجميع شيعيا. لاحظ لما أصبحوا هم أغلبية الخطاب تغير. حتى اليوم في حديثهم في البيان، وبيان هو مؤسف الذي صدر على إطار التنسيقي، يتحدث عن الشبهات والفتنة، وهؤلاء جمهور منضبط احتجاجيا يعود للتيار الصدري. لاحظ تصويرهم على نحو سلبي، وتصوير الحكومة على نحو سلبي إلى آخره. هذا ليس خطاب استرضاء أو تهدئة. دكتور أنا إذا أسألك سؤال بس يا سعد، نعم أوكي بس يعني وصلني شيء أريد أتأكد من عنده قبل لا أسأل، بس خليني أروح بس أريد أتأكد من عنده، ما أريد أستعجل بصراحة. بس خليني أسأل أستاذ فتاح، مدير مكتب الصدر السيد الجابري يقول لا حكم للإطار، يعني القصة مو قصة السوداني، الحكم للشعب. أستاذ فتاح، أنا قلت لك إياها في بداية الجلسة وبداية البرنامج، قلت لك أنه الموضوع لا ينحصر فقط بمحمد الشياع، بل ولا حتى في قاسم العرجي، أنه التيار الصدري الذي مارس دوره على أن يكمل مشروع الأغلبية ووقف الإطار حجر عثر أمامه، أنا أقولها من الأخير إلا يسمعها السيد المالكي ويسمعها الأخ عادل عامري والشيخ قيس الخزعلي، أنه الإطار لم ولن يتمكن من تشكيل حكومته إلا بمرضاة السيد مقتدى الصدر. هسه شلون ترضونه؟ شلون تقعدون إياه؟ شلون تنسقون؟ هذا بعد خو برنامجكم. اليوم السيد مقتدى الصدر سواء تحت قبة البرلمان أو خارج البرلمان هو صاحب القرار، وهو الذي هو الذي يسمي رئيس مجلس الوزراء، نقطة على السطر. أما تجيبون فلان، لو تجيبون بعد 5 6 تجيبهم، هو اللي قدام صوتوا على قانون الأمن الغذائي وصوتوا على التطبيع، ممكن أن تبقى حكومة الكاظمي بعد سنة، هاي مو بفد مشكلة، ممكن أن يبقى الكاظمي. وطبعا الجماعة الآن يميلون بهذا الاتجاه، حتى الأخوة في الإطار طيب إذا لم يصلوا إلى نتيجة، والآن هم خرجوا عن جميع التوقيتات الدستورية، ممكن راح يبقون على الكاظمي وإجراء انتخابات أبكر من هذه الانتخابات. هذه قد يكون هذا احتمال وارد. لا بس يا واش، هسه وزير القائد صالح محمد يقول سفرة سعيدة، نعم شنو سفرة سعيدة؟ شنو سفرة سعيدة؟ ما أعرف هسه مغرد. هذا عندنا 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 ضيف طب للعراق، والجماعة واجهوا خلال 4 ساعات فقالوا له سفرة سعيدة. أي زين، مو أنا أريد أفتهم شنو الموضوع. خليني أسأل أستاذ حيدر لعد بهالشغلة، السيد قاآني وصل إلى بغداد؟ يعني بحيث انه سفر لا مرافق لا ولا ادري بوجوده، يعني معلوماتك انت قريب من قوى الاطار يا دكتور حيدر، معلوماتك يعني لا. مو انا عندي سؤال ردت اسال الدكتور السياسي غير التابع يعني حول القضيه. اي لا معلومات قد تكون، يعني اولا الموضوع مو موضوع انه ينتشر بالسوشيال ميديا، المعلومات يجب ان تكون من مصادرها. أنا مو مع الرأي الجمعي، شيء يقودني الرأي الجمعي والميديا والسوشيال ميديا. أقول إنه عندما تصدر
بيانات سواء كانوا من أخوة في التيار الصدري يصير بها تجريح، يصير بها التقريح للإطار، أشو ما يعترض، ما يعترض الأخ، فقط من ينزل بيان للإطار يقول هذا بيان كذا. طبعا من حقكم أن تقرأوا سيناريوهات مختلفة، أكو أمنيات يعني، أكو سيناريو جاي من أمنية. هسه تسألني نعم الكاظمي وفريقه وشلة الأنس تتمنى أن تبقى أكبر وأطول فترة ممكنة لأنها مستفيدة، ثم قضية الحكومة، فما هم الأخوة في التيار الآن كلهم في الحكومة يعني أخونا الأستاذ حميد الغزي، بعض الوزراء، وزير الصحة، وزير يعني ما زالوا موجودين داخل مؤسسات الدولة وجزء من الحكومة، وحتى داخل مدراء عامين داخل البرلمان ووكلاء وزراء، ما بدأ مما عدا يعني ما أعرف شنو الموضوع. بالنتيجة هاي الحكومة إبقائها هذا سيناريو بعيد، أنا خذها مني باعتبار أنه تقول أنت قريب. نعم أنا أقول لك بحكم القرب، الإطار ماضي والاستحقاقات الدستورية تمضي، وينتخب السيد محمد شياع السوداني، ولن يلتفت لا يمينا ولا يسارا. نعم من حق طيب الإخوة أن يعترضوا ويمتعوا، وقد تكون هناك عن مشاركة باقي الشركاء في الوزارة القادمة. عن باقي الشركاء مثلا السنة، نعم، الكرد، تتخيل يعني مثلا السيد بارزاني، السيادة، الحلبوسي، الخنجر كانوا حلفاء للسيد مقتدى، وهم يشوفون اليوم سيد مقتدى جمهوره منتفض ويتحدثون عن ثورة وربيع عراقي على الأبواب، تتخيل يمضون مع اختيار الإطار؟ مو اختيار الإطار، شوف عزيزي احنا نتحدث بأغلبية عددية داخل قبة البرلمان، هسه صوتوا لهم صعدوا بمكان الأخوة في التيار، هذا خو أمر دستوري ما يبقى البرلمان فارغ أو شاغل. نعم الأخوة في الديمقراطي الكردستاني ماضين، وقاب قوسين أو أدنى أن يتفق البيت الكردي على مرشح رئيس جمهورية، ويوم السبت القادم سوف يحسم هذا الاسم إذا لم يحسم، ونتمنى أن يكون محسوم ومختوم ويأتي إلى داخل قبة البرلمان ويتم التصويت عليه، يذهبون المرشحين المتواجدين لرئاسة الجمهورية دكتور، ويتم انتخاب رئيسا للجمهورية وانتهى الموضوع. دكتور عقيل بس خلي أخذ، ما يرضون أنت ما نحكي عاطفة أستاذ عدنان، السياسة ما بيها عواطف، ما بيها عواطف، أنت بس تحكي عن علقة سياسية سابقة. الله يهديك دكتور حيدر، بس اعطينا مجال شوية ويجلسون. بعض الصدرين يتحدثون دكتور عقيل، بعض الصدرين يتحدثون عن انتفاضة، يعني يتحدثون عن ربيع عراقي، يتحدثون عن ثوار وثورة، يعني احنا رايحين الى ربيع صدري جديد دكتور عقيل؟ يعني هو هذا موسم محرم يعني، والعزاء الحسيني، وهناك ايضا استثمار يعني لهذه الثيمة في التصريحات الصدرية. يعني ما يبدو واضحا لحد الآن بالنسبة لي أنه السيد مقتدى الصدر لديه فيتو على إمرار أي مرشح إطاري لرئاسة الوزراء لا يقبل عليه، فيتو شعبي. الحديث عن أي، ولديه أدوات يعني صدريون معروفة، لديهم أدوات كثيرة، واليوم استعرضت واحدة من هذه الأدوات، ولديهم أيضا أدوات أقوى. أعتقد هذه حتى الذين في الإطار يفهمون هذا جيدا، وجزء مهم من رسالة اليوم هي إلى القوى الأخرى في داخل الإطار، لأنه هناك خلاف في داخل الإطار حتى بخصوص ترشيح السيد السوداني. لا يوجد أي خلاف أصلاً في كل المراحل من 2003 إلى الآن. شكرا جزيلا للدكتور عقيل عباس، آسف جدا. شكرا للدكتور حيدر البرزنتشي، وشكرا للدكتور فتاح الشيخ، آسف جدا لضيق الوقت. شكرا لضيوفي الكرام. سؤال حلقة اليوم، هل سيسمح التيار الصدري بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة؟ أترككم مع إجاباتكم، شكرا لكم.